بعد القتل طعنا، ها هو الموت حرقا يتربص بالطلبة داخل الإقامات الجامعية التي يوصف الوضع فيها بالكارثي بعدما باتت تنعدم فيها أدنى شروط الحياة. نعالج مكمن الداء ولا نعالج الأعراض فقط في هذا القطاع. حادثة وفاة نصيرة رحمها الله وحوادث أخرى لا حل لها سوى أن نذهب برؤية واضحة لإصلاح حقيقي لقطاع الخدمات الجامعية وبسواعد كفاءات تشرف فعليا على تحقيق الإصلاح في هذا القطاع. وعوض أن نمنع الطلبة من إحضار المقاومات الكهربائية أو وسائل الطبخ، يجب أن نوفر لهم حقهم في التدفئة، حقهم في الوجبات الغذائية اللائقة. فذهاب الطالب إلى هذه الأشياء، إلى إحضار المقاومات الكهربائية رغم أنها ممنوعة في القوانين الداخلية للإقامات، هو أمر أصبح حتمي على الطالب نتيجة أوضاع الإقامات الجامعية. وعليه الاتحاد العام الطلاب الحر يطالب جميع السلطات وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات على مستوى قطاع الخدمات الجامعية والنظر بشكل معمق. ليست هي المرة الأولى التي تسجل فيها حوادث مميتة كهذه، تقابلها الوزارة الوصية بمشاريع وهمية لم تجسد أغلبها على أرض الميدان. هذه الحادثة الأليمة هي القطرة التي أفاضت الكأس لتراكمات من الحوادث الدراماتيكية في قطاع الخدمات الجامعية التي نشهدها كل سنة. لذلك أي حلول يجب أن تكون جذرية. إصلاح الخدمات الجامعية مشروع متعثر منذ سنوات، ما دفع التنظيمات الطلابية إلى مناشدة رئيس الجمهورية التدخل، فكم من روح وجب أن تزحق حتى يحرك مسؤولون ساكناً.